السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة أمينة أتريبي في المحاضرة الثالثة في مقدمة في نظم المعلومات المتخصصة. إن شاء الله النهاردة نتعرف على تشغيل الحاسب، إزاي بشغل الحاسب. زي ما انتم شايفين ده اللابتوب الصورة. طيب، جهاز الحاسب بشغله من خلال عدد من الخطوات. اول خطوه ان انا بشوف زر التشغيل الخاص بجهاز الحاسب فين، بيكون موجود على شكل مربع او شكل مستطيل، وهو دايما بيبقى على شكل دايره كده، اللي هو مفتاح الباور بتاع الجهاز. بضغط على زر التشغيل عشان الجهاز يبدا بايه بالعمل. وبعد كده بتحقق من شويه امور، ان الاسلاك بتاعه اجهزه الكمبيوتر متوصله تمام، كيبورد الماوس لو كان طبعا جهاز ديسكتوب او جهاز مكتبي، وبشوف وصله الشاحن للجهاز لو كان هو الجهاز بتاع بطاريه مشحونه ولا لا، لو كان لابتوب على حسب نوع الجهاز بتاعي. ده نوع شكل الجهاز اللي هو الديسكتوب، والجهاز اللي شفناه في الصورة الأولى كان اللابتوب. ازاي بيشتغل الحاسب؟ احنا زي ما اتكلمنا وقلنا ان الجهاز الحاسب بيتكون من مجموعة مكونات أساسية، اللي هي بسميها الهاردوير، بتستقبل البيانات، ومجموعة برامج هي اللي بتعمل على معالجة البيانات بسميها برمجيات. يبقى جهاز الحاسب هاردوير سوفتوير أو مكونات مادية وبرمجيات. طيب، بيتلخص مبدأ عمل الحاسب، أول حاجة إدخال البيانات، تاني حاجة معالجة البيانات، تالت حاجة إخراج المعلومات. زي ما قلنا تلات مراحل بيمر بهم الحاسب: استقبال البيانات اللي هي إدخال البيانات، ومعالجة، وإخراج. طيب، أجزاء الحاسب على حسب المراحل بتاعته أجزاءه فيها. يعني المرحلة الأولى اللي هي إدخال البيانات بسميها وحدة إدخال، بسميها الإنبوت ديفايس. الانبوت ديفايس هي الأجهزة اللي بدخل بيها البيانات بتاعتي. وزي ما قلنا البيانات ممكن تكون حروف، ممكن تكون أرقام، ممكن تكون صوت، ممكن تكون صورة، على حسب كل بيان بتختلف وحدة مين الإدخال. بعد كده في عندي وحدة معالجة مركزية اللي هي بتستقبل البيانات بتاعتي دي وبتخزنها الأول، وبعد كده بتعملها ايه معالجة. طيب، بتستقبل، يبقى في عندي وسائط تخزينية بتخزن عندي البيانات اللي داخلة دي، اللي هي storage device. الوسائط التخزينية دي يعني في ذاكرة الوصول العشوائي اللي بسميها random access memory، ذاكرة وصول عشوائي. دي ذاكرة بخزن فيها الأوامر والتعليمات بصورة مؤقتة. يبقى ال RAM أو الرام دي ذاكرة ايه؟ ذاكرة مؤقتة. طيب الروم، الروم دي ذاكرة بسميها القراءة فقط، read only memory. الاختصارات دي يعني مهمة ولازم اكون حافظها، اعرف يعني ايه رام ويعني ايه روم، واعمل مقارنة بين الاتنين، يعني ايه ذاكرة وصول عشوائي ويعني ايه ذاكرة للقراءة فقط، وايه الفرق بين دي وايه الفرق ايه بين دي. يبقى انا عندي الراندوم اكسس ميموري هي ذاكرة مؤقتة، لكن ال ار او ام او الريد اونلي ميموري دي ذاكرة بخزن فيها مين ال البيانات اللي موجودة عندي بصورة دائمة. طيب، وحدات الإخراج بقى اللي بسميها output device، وهي اللي بخرج بيها البيانات، زي عند الطابعة، الشاشة، السماعات. تمام، دي وحدات مين؟ وحدات الإخراج. أوساط التخزين المعالجة. ليه بسميها أوساط؟ وسيط معناها ان هي ادخال واخراج، بدخل ممكن اخزن فيها المعلومة واخرج منها المعلومة، يعني بخزن عليها ادخال واخراج مع بعض، عشان كده بسميها وسيط او اوساط. بتستخدم لتخزين البرمجيات والملفات والبيانات بشكل دائم، يمكن الاستفادة منها في العمل في المستقبل. يبقى ممكن بنقل الملف من ملف عن طريق الذاكرة اللي انا بعملها، واسترجعها، يعني بخزن عليها بيانات وبسترجع من عليها مين البيانات. زي ما قلنا وصيت يعني تخزين واسترجاع. تمام. طيب، الذاكرة دي عندي انواع كتير جدا، من القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك، عندي اقراص من الفلوبي ديسك، عندي الاقراص المدمجة اللي بسميها السي دي روم اللي يختصر لكمباكت ديسكس، في عندي اقراص مضغوطة اللي هي زد اي بي، ودي يعني كانت انتجوها سنة 1995 شركة ال
أوميجا بمثابة وسائل تخزين قابلة للإزالة ذات سعات تخزينية أكبر بكثير. يبقى أنا بعرف القرص الصلب فرق بينه وبين القرص المرن ايه، ودي استخداماته ايه، ودي استخداماته ايه، وسرعاته ايه، والأقراص المضغوطة أو مدمجة. بس كده لأ، في كمان في عندي أجهزة لتخزين الوندية بسميها فلاش ميموري ديفايس. كلكم أكيد عارفين الفلاش ميموري دي، بدأنا استخدامها بصورة كبيرة جدا عشان في عندنا منفذ اسمه USB، اسمه بورت USB. من أول ما عرفوا المنفذ ده واحنا بنشتغل فيها الايه، الفلاش ميموري. طيب في عندي ساعة تخزينية كبيرة، وفي في صغيرة الحجم لا تحتاج ايه طاقة كهربية، تحتفظ بمحتوياتها قليلة الأعطال. دي المميزات بتاعة الفلاش ميموري. 4 مميزات: ساعة تخزينية كبيرة، صغيرة حجم، متحتاجش طاقة كهربية لتحتفظ بمحتوياتها، قليلة الايه الأعطال. الاتصالات بقى بعرف يعني ايه اتصالات. هي عبارة عن عملية تبادل معلومات بين مرسل ومستقبل من خلال استخدام وسائل معينة. يبقى برضو عندي عملية بتتم على 3 مراحل: مرسل ومستقبل ووسيلة إرسال واستقبال. طيب ممكن أعرفها إن هي نقل للعواطف، المعلومات، الأفكار، الاتجاهات من شخص إلى شخص، من جماعة معينة، ووسيلة لا يمكن الاستغناء عنها. في مدرسة منازل دلوقتي المدارس، في عندي في المعامل في المدرسة، في عندي شبكات، بقدر في المعمل أتابع كل طالب قاعد على جهازه بيعمل إيه، أقدر أقيمه من جهاز مركزي. في المنزل ممكن أعمل شبكة، في العمل ممكن أعمل عندي شبكة، شبكة اتصالات. طيب التقنيات بتاعة الاتصال، يعني مقصود يقصد بالتقنيات الاتصال هي استخدام الأجهزة اللي أنا بستخدمها عندي فين في الاتصال، اللي هي ايه يعني. أنا بستخدم، انت بتقول دلوقتي الاتصال هي إرسال واستقبال، وسيلة ايه، وسيلة بنقل بيها المعلومة وبستقبل بيها. طيب التقنيات الاتصال كانت قديما بدأ الإنسان في البداية خالص بيتفاهم من خلال مشافهة، تطورت عبر الصور والرسوم، بنبعت لبعض مثلا رسالة عن طريق صورة، عن طريق رسمة. فظهرت بعد كده الصحف. الصحف دي وسيلة اتصال، لما عاوز مثلا أعرف معلومات مكتوبة. ومثلا الألمان أول آلة طباعة يدوية من الزمن وصلت ل 1811 في طباعة الجرائد بأقل تكلفة. طيب التقنيات الاتصال الحديثة دي ظهرت الشبكات العنكبوتية للإنترنت، أكبر شبكة للمعلومات حول العالم بتربط ملايين الحواسب الآلية. يبقى زمان الاتصالات القديمة أول حاجة اللي هي الجرايد، وبدأ برضو التليفونات العادية خالص. في حديثا بقى الشبكة العنكبوتية، وبدأ عندي تقنية البلوتوث اللي هو بسميه القارن. تقنية اتصال تعمل بالموجات القصيرة اللاسلكية، بتقوم بنقل المعلومات بين مسافات قصيرة بتؤدي يعني تقريبا متر أو 100 متر، من متر لمية متر، فتربط الأجهزة ببعضها، وممكن عن طريقها أتصل، أبعت رسائل، أبعت صور. بعد كده ظهرت الواي فاي، ودي تقنية اتصال لاسلكية بتنقل المعلومات بسرعة تقارب 2.4 جيجا هرتز، وبتوصل الأجهزة المختلفة بشبكة مين الإنترنت. شكرا.